متابعي طقس العرب في السعودية، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير. نهار اليوم الأربعاء سادت عموم مناطق المملكة أجواء حارة، ونشطت الرياح المثيرة للأتربة والغبار في منطقة الإحساء. بالبداية دعونا نستعرض صور الأقمار الاصطناعية الملتقطة لهذا اليوم. في عموم مناطق المملكة نلاحظ وجود كميات من السحب العالية في منطقة جنوب غرب المملكة، ولكنها بدون أي فعالية. انتقالا إلى خرائط توزيع درجات الحرارة المتوقعة من يوم الأربعاء وحتى يوم الجمعة إن شاء الله، بنلاحظ درجات حرارة عالية وارتفاعات متتالية على درجات الحرارة، وخاصة في مناطق الشرقية وخاصة في عطلة نهاية الأسبوع بإذن الله. عن درجات الحرارة المتوقعة لهذه الليلة في العاصمة الرياض، بتسجل 29 مئوية وأجواء غالبا صافية، ونسبة الرطوبة 35% وسرعة الرياح 16 كيلومتر في الساعة. درجات الحرارة المتوقعة لثلاثة أيام القادمين في العاصمة الرياض، يوم الخميس بتسجل بين 41 و 32 وأجواء حارة، يوم الجمعة بين 43 و 32، ويوم السبت أجواء حارة جدا 43 نهارا و 34 درجة مئوية بتسجلها ليلا إن شاء الله. متابعي طقس العرب، هذا كان كل ما لدينا حتى هذه الساعة. تصبحون على ألف خير.